لماذا لم يذكر الدجال في القرآن الكريم؟ ذكر في القرآن الكريم عدد من أشراط الساعة مثل يأجوج ومأجوج، لكن لماذا لم يذكر المسيح الدجال وفتنته ما ذكرناها من شدتها وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها؟ لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن؟ العلماء أجابوا بأجوبة. بعض أهل العلم قال لم يذكر المسيح الدجال في القرآن تحقيرا له وتحقيرا لشأنه، فإنه دون أن يذكر في القرآن، يعني دون أن يذكر في القرآن منزل، وذلك إشارة إلى هوانه وبطلان ما يدعو إليه. على كل حال هذا جواب. وهناك جواب آخر، قيل إن القرآن أشار إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، فاكتفي بالإشارة إلى نزول عيسى، اكتفي بذلك عن الإشارة إلى من سيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى إذا نزل عليه الصلاة والسلام أول الأعمال التي يقوم بها قتل المسيح الدجال. وهذا قول، يعني القرآن تحدث عن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، وتضمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قتل الدجال، فلم يكن هناك ما يدعو إلى ذكر الدجال، لأن نزول عيسى تضمن ذكر الدجال وذكر قتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال. وجواب ثالث، وهو من أحسن الأجوبة التي مضت والتي يعني هي اجتهادات العلماء، وهناك أجوبة أخرى، هناك أجوبة أخرى، لكن هذا الجواب الثالث الذي سأذكره هو من الأجوبة التي فيها جمع بين الأدلة الشرعية. هناك آية في كتاب الله تعالى يقول فيها سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية تبين أن آيات من عند الله سبحانه وتعالى ستكون وستأتي، وهذه الآيات إذا جاءت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب ما هذه الآيات؟ اسمع التفسير النبوي، وهنا يأتي الجمع بين الأدلة الشرعية، يعني السنة النبوية هنا ستفسر هذه الآية وتبين الآيات التي أشارت إليها الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه الآيات؟ قال صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها، تأمل معي، والدجال ودابة الأرض. هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن هذه الآيات الثلاثة منها الدجال، فخروج الدجال من الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.